السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا متابعي متابعات نون بوست في هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم الحوار الرياضي. في هذه الحلقة سأستضيف أحد أفراد الجالية الإفناوية بديار المهجر، يتعلق الأمر بعبد السلام سيكابي. عبد السلام مرحبا. السلام عليكم. إذن في البداية نبغيو نعرفوا شكون هو عبد السلام سيكابي. اولا فقبل كل شيء كنشكر بعد الجريده نون بوست على هذه الالتفاته اللي هي مهمه جدا وكتعطي واحد الحافز معنوي كبير لكل موهوب ولكل يعني شخص باش يعبر على الافكار ديالو ويعبر على الافاق المستقبليه ديالو. فعبد السلام السيكابي يعني مزداد في مدينه سيدي يفني، بالضبط حي بوعلام، قاطن الان بدوله النرويج، مدرب حصل على دبلوم ويفا برو ا من طرف الجامعه الملكيه الاسبانيه لكره القدم، والان يعني انا مدرب يعني في فريق روا اللي موجود في اوسلو، في يعني هو مؤطر كذلك لفئه الفتيان والشباب. سي عبد السلام السيكابي، قبل ما نخوض معك في غمار هذا الحوار اللي اكيد انه غادي يكون حوار شيق، فنعرفوا البدايه الاولى ديالك مع كره القدم. يعني ما غاديش نجيب شي حاجه جديده، فالكل كيعرف بان كل افناوي ولا كل يعني شاب مغربي يعني كيمارس البدايه ديالو في ممارسه كره القدم كتجي يعني من الاحياء، فهذا يعني واحد الشرف اللي انا كنعتز به وكنفتخر به، لانه الحمد لله رب العالمين بدون اكاديميه ولا بدون اي مدرسه فعبد ربي يعني حاول يعني يمشي في هذاك الشغف وهذاك الحب ديال كره القدم. فالحمد لله كانت مساعده كبيره يعني من طرف العم رحمه الله عليه اليوم جامع قنوة، هو اللي اكتشف يعني هذا الحب وهذا الشغف ديال كره القدم، وكذلك الشخص محمد بوصبي حارس السابق اللي نهضت النهضه البعمرانيه. فالحمد لله يعني بديت في يعني في فرق الاحياء يعني عادي، وهذا هو اللي كان. اذا بدورنا كنترحموا على سي جامع قناوان، نسأل الله تعالى أن يقبله مع الشهداء والصديقين والصالحين. سي عبد السلام، سبق لك مارستي كرة القدم مع شي فريق هنا في سيدي إفني أو في المغرب؟ فصراحة يعني هذا السؤال يعني كيطرح عليا في عديد من المرات يعني من طرف الزملاء ومن طرف يعني اللي كيعرفوني شخصيا. فصراحة أنا عمرني مارست كرة القدم في شي نادي في كرة يعني في المغرب، فهذا الحكم على هذا الشيء يعني الاب ديالي يعني غادرنا الى الديار الاسبانيه يعني في واحد العمر مبكر جدا، ولكن مارست يعني فقط يعني في دوريات ديال المدارس، وكان عقلي يعني عندي واحد ذكرى يعني مع الفرق المدرسيه، عندما يعني عزلوا يعني الاحسن يعني اللاعبين في المدارس يعني في الدوريات من طرف بوعافيه، كنوجه ليه التحيه من هنايا. مارسنا يعني درنا واحد واحد لقاءات زوينه يعني كنفتخر بها، كنفضل بانني نعود لهذاك هذاك الماضي الجميل. لعبنا في تيزنيت وكنا غادي نمشيو نلعبوا في برشيد، ولكن الظروف ما تاحش لينا. البدايات الاولى كانت في اسبانيا، نعرفوا كيفاش كانت سنوات الدراسه في اسبانيا، التكوين الى اخره. نعم، فعبد الربي يعني عندما انتقلت الى الدوله الاسبانيه وبالضبط في لاس بالماس، فالحمد لله يعني كان واحد الشغف عندما يعني مشيت لهذيك الدوله يعني نحطوا الورق على الطابة يعني الصح، يعني اكتشفت بانني انني قادر نوصل داكشي انا اللي مسطر عليه يعني منذ نعوم اظافري في كره القدم، فهذا هو اللي خلاني انني نكمل وان شاء الله العاطي يعطي. بالنسبه للدراسه فالحمد لله عندما مشيت تماك يعني منذ يعني 3 اشهر كنعقل بانني رحلنا الى الديار الاسبانيه في الصيف، يعني في هذاك الصيف يعني اكتشفت بانني ما عنديش صعوبه في يعني تعلم اللغه الاسبانيه،
فالحمد لله عندما الدخول ديالي للمدرسه كان شويه ديال الصعوبات، ولكن الحمد لله يعني بديت كنعقل نقدر نقولوا في المغرب هنا في الكاتريام اسبانيا، يعني بديت في الكاتريام وكملت يعني الدراسه ديالي في كوميرس اي ماركتينغ انترناسيونال في لاس بالماس، وهذاك عطاني واحد الميزه باش ندير هذا الدبلوم ديال ويفا برو ا، لحقاش اذا ما كانش عندك واحد المستوى دراسي ما يمكنش يعني تقد يعني تفهم يعني الابجديات ديال كره القدم، ولا ما تقدرش يعني يكون عندك واحد يعني واحد تكنيك باش تقد توصل الميساج ديالك للناس الاخرين. فنحمد الله ونشكروا على هذا المسار. إذن أكيد أنك انخرطتي في شي نادي تماك في إسبانيا، تما هو اللي خول لك أنك تحصل على هذا الدبلوم، هذا تحدث لنا على التجربة. نعم، فالحمد لله فعبد ربي عندما يعني من وصلت يعني للدير الإسبانية، يعني الشغف وواحد الكونسنتريشن اللي كان عندي هو بأنني نمارس كرة القدم. علاش نمارس كرة القدم؟ لأنني كرة القدم هي باش كنتنفس، هذا يعني بدون يعني لغة الخشب، فكرة القدم بالنسبة لي هي الحياة وهي الماء. يعني فمنذ 14 سنة يعني كنعقل كنت صفوف الفتيان، كنت عندي 14 سنة مارست في واحد النادي اسمه باهيا كانتيراس. باهيا كانتيراس هو اللي خول لي بأنني الفرق الآخرين يعني اكتشفوا هاد اللاعب هذا اللي امامكم. فكنعقل بانني درت واحد السيزون جميله جدا، جيت بهذاك الشغف الافناوي وهذاك الشغف باش كما كنقولوا باش يعرفوا يعني هذا السيد منين جا. فالحمد لله يعني بتسجيل عديد من الاهداف وبطريقه اللاعب ديالي يعني كتحبب يعني الناس الاخرين بانه يعاونوا هذا السيد هذا. ف من بعد يعني مارست مع باهيا كانتيراس يعني في فئه الفتيان، فكان تفاجئ لاس بالماس يعني ربطات الاتصال بالاب ديالي كنعقل، يعني كان واحد مومون يعني ما نقدش ننساه. فالحمد لله مشيت لاس بالماس مارست فيها سنتين، لعبت يعني في واحد هو نيفو، يعني اكتشفت بان كره القدم هي من كتمارس مع الناس احسن منك، هذاك هو يعني كتكتشف بان نقطه الضعف ديالك فين كاين وانت شكون يعني، وكتشوف الناس عاوتاني عندهم درايه كيفاش التعامل، يعني التعامل وكيعطوك هذيك الاهميه، يعني كيشوفوا بان عندك تقد توصل. ف من لاس بالماس كنتقل للفريق اونيفرسيداد ديال لاس بالماس اللي كان كيمارس يعني في الدوزيام سيري ديال لا ليغا ديال لاس بالماس. صراحه يعني تماك يعني مشيت للجونيور ديال المدرسه فوت معهم عام. منذ ذلك الحين انتقلت للدير الايطاليه في واحد الفريق اسمه لوبا فراسكاتي، مارست معاه سنتين كذلك. يعني الحمد لله اي فريق كنمشي ليه يعني كنخلي البصمه ديالي والبصمه اللي تعلمت في هذه البلاد، لحقاش كون ما كانش يعني هذيك البدايه في الاحياء وهذاك يعني ذاك الشغف وهذاك كتلعب نقدر نقولوا ديريكت يعني بدون يعني احذيه، كتلعب احذيه بلاستيكيه. فالحمد لله ملي كتلبس الكوداس برو ولا شي واحد كيعطيك واحد الكوداس هديه، كتحاول بانك ما تخسرش الخطا ديال ذاك السيد اللي عطاك واحد يعني عطاك هذاك الحذاء باش تقد تبين بانك انت هنا. بعد هذا المسار المتميز في اسبانيا جات مرحله جديده وهي الهجره الى بلد النرويج. الان حاليا انت كلاعب وكمدرب وكمؤطر ديال مجموعه ديال الفئات، تحدث لنا ايضا على هذه التجربه الفريده من نوعها في النرويج. فالحمد لله يعني بعد ما انتهيت من ايطاليا رجعت مارست في القسم الثالث في اسبانيا، فهذا هو اللي خول لي بانني نحط المخ ديالي ونعرف بانني اش بيت في هذه كره القدم، اش تعطيني كره القدم. فبعد ما كان واحد الاستشاره كبيره يعني ما الا اللاعب يعني في اوج العطاء تاعو باش يدخل مجال التدريب، يعني خصكم واحد القناعه، يعني مجال التدريب ماشي غير يجي يدرب، يعني خصك تكون عندك واحد الدرايه واحد الصبر وتكون عندك يعني واحد العين اللي كتشوف بانه هذاك الشيء اللي بغيتي دير راه غادي يوصلك لواحد الحلم اللي انت تقد تساعد به واحد الناس اخرين اللي عندهم واحد الحلم بحال اللي كان عندك. المهم بعد ما رجع ديال اسبانيا حاولت بانني نطرق لعالم التدريب وعالم
التدريب يعني من الجامعة الملكية الإسبانية كان عندي حظ كبير بأنني ندخل في هذاك 30 واحد اللي اختارتهم الجامعة الإسبانية لكرة القدم. فالحمد لله كنفتخر بهذا الإنجاز وبأنني أنني كنت محظوظ جدا بعد ما كانت يعني واحد ممارسة كبيرة يعني كاين الناس بزاف اللي بغاو يدخلوا مجال التدريب. فالحمد لله عندما حصلت على الدبلوم A B Pro A A Pro A يعني كان جاوني عروض من دولة قطر كنعقل من لا داعي على ذكر الفريق وكذلك يعني من فرق إسبانية ولكن اختاريت دولة النرويج يعني كشخص واحد. علاش؟ لأنه هذيك الدولة يعني كانت دولة منفتحة جدا جدا على الكرة الأوروبية وخصوصا الكرة الإسبانية. فأنا كنت محظوظ بأنني انتقل لدولة النرويج فما كانش واحد الصعوبات ما كان والو لأن عبد ربي عندي واحد الدراية وعندي واحد التقنية في الموتيفيشن كنعرف كيفاش نوصل الميساج للاعب واخا يكون عنده اوت كونسنتريشن يعني بهذاك الحوار مع اللاعب وهذاك يعني التقنية كيفاش توصل له الميساج هو اللي خلاني انني نزيد ويثقوا فيا هذوك المسؤولين ديال فريق الروعة. اذا بعد ما ركمتي هذه التجربة كلاعب وكمؤطر وكمدرب نبغيو نعرفوا ويعرف معنا المتتبع الكريم الافاق المستقبلية ديال عبد السلام. فصراحة يعني فقبل كل شيء يعني عبد ربي مازال يعني في مرحلة التطوير يعني لازم يعني نتعلم بزاف ديال الحوايج. فالحمد لله رب العالمين انا مسطر واحد الطريق ان شاء الله باش يعني نكون واحد مؤطر واحد مدرب اللي الحمد لله رب العالمين قادر بانني نوصل لهذاك النيفو. كاين واحد الثقة التامة. علاش؟ لانه كاين واحد الحب لهذا العمل يعني الانسان ملي كيكون مبدع وكيكون يعني كيحب العمل ديالو كيوصل. فالحمد لله رب العالمين فالعقد ديالي يعني مستمر مع فريق الروعة يعني لسنتين. فهناك عروض الحمد لله من فرق يعني اللي انا كنطمح بانني ندرب هاد الفرق. فهذا كي في الحاجه الاولى اللي خصني ندير هو بانني نكمل في واحد المسار ونبين الصوره ديالي كمدرب يعني نستحق الفرصه بانني ندرب يعني اعرق الفرق الاوروبيه ولما لا المغربيه الا كان يعني واحد يعني اذا كان واحد العمل باين واحد العمل اللي يقد يعني المسؤولين بغاو يعني واحد المدرب يعني يقد يبين لهم بان العمل كيجي من يعني بواحد الدرايه وكيجي بواحد الحب. بعد ما قمنا معك بهذه الجولة في أوروبا نرجع معك لمدينة سيدي فني المدينة الأصل المدينة الأم. شنو هي الرسالة اللي تبغي توجه للشباب ديال سيدي فني؟ فصراحة يعني فقبل كل شيء قبل ما جي عندكم المقر المحترم ديالكم نون بوست ف درت واحد الزيارة قليل واحد الزيارة صغيرة يعني قرب الشاطئ فتلقيت يعني بعض الشباب يعني في عمر الظهور ما بين 10 سنين نقدر نقول 12 سنة يعني كان واحد شفت فيهم واحد الحب واحد الشغف كروي شفتهم كيمارسوا يعني في الشارع. فعندما يعني كتشوف هذاك يعني هذاك السيتويشن يعني كيرجعك لواحد الماضي اللي هو انا كنفتخر به كما قلت سابقا. فانا بغيت يعني هاد الشباب ما يمروش داك الشيء انا اللي مريت فيه. فالحمد لله يعني الاول صراحه يعني الميساج اللي بغيت نوجهه هو الاول بغيت نوجهه للمسؤولين باش نشوفوا الميساج للشباب اللي فناوي. فاللي كنتمنى يعني هاد الشباب هاد الناس يعني يشوفوا في هاد الشباب يعني عندهم واحد يقدروا يساعدوا الكره المغربيه. نقدر نقول لك ديريكت يعني كنتحمل المسؤوليه ديالي وكان يعني وكنحط الاوراق على الطبله بان هاد الدراري هادو خصنا نشوفوهم بعين الاعتبار يعني بواحد العين يعني باش نقدوا لهم هذيك الموهبه ديالهم نعطوهم واش كيتمناو حقاش الا عطيتي غادي يعطيك. ما يمكنش انت تسنى واحد البطل يعطيك الا ما عطيتيش ما غديتيليش هذيك الموهبه ديالك. فالشباب اللي فينا واحد الشاب اللي قد يعطي في جميع المجالات ليس فقط في المجال الرياضي. فهذا الشيء يعني كل شيء عارفينه. فالشاب الافناوي وطموح جدا عنده واحد القوه يعني اكسبلوسيف موتيفيشن يعني كنعيشوا بهذيك الاكسبلوسيف موتيفيشن وكنبغيو ديما نهزوا يعني المدينه الفوق في جميع يعني دول العالم.
فالحمد لله يعني فقط يعني خصنا نحطوا الوراق على الطابله والمسؤولين يعني يربطوا الاتصال بالناس اللي قد تخدم هذا هاد 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 المدينه وعبدوا ربه قدامكم. اذا الحمد لله كاين تماك واحد القلب يعني صافي وواحد العمل يعني استراتيجي، فعبدوا ربه يعني من غدا نقد يعني نجي لهاد العمل ونقد انا كنتحمل المسؤوليه ديالي وقدام الجميع نقد نعطي واحد الشيء اللي انا تعلمته في الديار الاوروبيه، ونتمنى ان شاء الله يعني الخير لهذا الشباب. إذن قبل ما نختم معك عبد السلام نعطيك كلمه ختاميه، كلمه مفتوحه. فصراحه يعني الشكر التام لشخصك يعني حسين صبري وكذلك الطاقم التقني المصور وكذلك الشخص اللي ساعدني بانني نوصل الرساله ديالي هو حسين زربان، فكنت يعني واحد الحب يعني واحد الاحترام لكم. فالرساله ديالي غادي تكون ان شاء الله يعني نتمنى لهذه المدينه كل خير، ما غاديش نزيد بلغه الخشب، فهذه المدينه تقد تعطي الى عطيتها. فسيدي افني غتبقى سيدي افني، فسيدي افني قويه، سيدي افني ماشي شعاقره، سيدي افني عندها الناس ديالها. فقط يعني خصنا واحد ماشي خصناش واحد الالتماسه تاع 100%، فقط خصنا واحد 10% باش ان شاء الله نمشوا للقدام ونشرفوا يعني هذه المدينه في جميع المجالات. كنشكرك على قبول دعوه البرنامج والحضور معنا في بلاطو الحوار الرياضي. اما انتم سيداتي سادتي، اضرب لكم موعدا في حلقه جديده مع ضيف اخر جديد. الى اللقاء، هذه تحيه الحسن صبري مقدم هذا البرنامج رفقة الطاقم المرافق له، تحياتي والى اللقاء. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.